الآن بدنا نشتغل على الأوتبوت، بدنا نظبط الأوتبوت فالف. هلا الفالف بدنا نفكر فيها شوي. تذكروا أنا إيش كان عندي؟ عندي أربع كبسات، ولاحظوا الكبسة هاي ما بتحدد وين الفالف راح تروح. إيش كل اللي راح تقوله الكبسة بالكلام؟ إحنا قلنا close fast أو close slow، open fast أو open slow. كأني بقول لك الوضع سيء، افتح الفالف، مش هيك؟ ما بقول لك حط الفالف على 70%، بقول لك افتح الفالف أو افتحها شوي. افتحها شوي، دخل لي على الانتجريتر. فكر فيها بهاي الطريقة، بداخل الفالف في انتجريتر. يعني احنا اللي راح نعمله، راح اكبس الكبسة لفترة زمنية واشيل. اذا كبست الاوبن فاست لما بكبس راح يدخل فاليو كبير. اذا دخلت فاليو كبير للانتجريتر شو راح يصير؟ لاحظوا هاي نقطة مهمة. اذا عندي انتجريتر دخلت له فاليو كبير، الاوتبوت تبع الانتجريتر شو راح يصير فيه؟ اول شيء اذا دخلت انا بوزيتيف فاليو للانتجريتر شو راح يصير بالاوتبوت تبع الانتجريتر؟ هاي نفترض عندي انتجريتر واحد على اس وهي الاوتبوت. اول شيء هذا الانتجريتر ايش لازم يكون فيه له؟ اول شيء قبل ما نبدا نصيبه ونعمل فيه اي شيء لازم يكون فيه له انيشال فاليو. واذا انت حبيت، اذا بدك بامكانك على فكره بالسيميلي يمكن تحط كليرلي بشكل واضح تدخل له انيشال فاليو من برا. بصير في اوبشن، في اوبشن بالانتجريتر تدخل وتقول له اكسترنال والفاليو الانيشال فاليو يجي من برا، او بتحطه انت في الداخل. اوكي ماشي واضح؟ اي انتجريتر لازم يكون فيه انيشال فاليو حتى لو كان زيرو. على فكره اذا انت ما اعطيته الفاليو او ما بينش الفاليو ما عرفه راح يفترضه زيرو. واذا هو بيستنى منك فاليو ما دخلت له مش راح يبدا يرضى يبدا. ملهاش معنى، لازم يبدا من فاليو معين. اذا هاي اول شيء. نفترض الانيشال فاليو تبع هذا كان 5. لو جيت انت دخلت له 1 شو يعني ايش راح يصير؟ بلس 1 دخلت له شو راح يصير؟ راح يجمع مع الخمسة. يعني ايش راح يصير مع الوقت؟ كامل الواحد. اذا كل سكند قديش راح يزيد الاوتبوت؟ واحد. طب لو دخلت له 3 راح يصير 3. لو دخلت له ناقص نص ايش راح يصير؟ اذا الفاليو الماجنيتيود تبع اللي بدخله مش هو اللي راح يطلع الاوتبوت، هو اللي راح ينضاف كل سكند. اذا بدك تفكر فيها بهاي الطريقه مزبوط. اذا انا اذا بدي اوبن فاست شو بدي ادخل له؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف اول شيء؟ بوزيتيف. كبير ولا صغير؟ اوبن فاست كبير. واذا بدي اوبن سلو بدي ادخل له بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ما دامها اوبن بدي ادخل له بوزيتيف، واذا ما سلو شو بدي ادخل له؟ فاليو صغير. اذا نحن اللي عمالنا بنقوله اذا بدخل له هلا نفس الشيء، اذا بدي اياه يسكر بدي ادخل له تسكير، لازم ايش ادخل؟ اشاره الانبوت نيجاتيف. واذا كانه كلوز فاست بدي ادخل له فاليو نيجاتيف الماجنيتيود تبعه كبير. وإذا open slow وإذا close slow بدخل له value negative بس الفاليو تبعته الماجنيتيود تبعه صغير. اوكي ماشي واضح من هاي؟ إذا نتذكر واحنا مدخلين input لانتجريتر، هون في عندي integral action. وعلى فكرة هذا الانتجرال اكشن اللي موجود هون بالفالف هو اللي بغلي هذا السيستم ينجح. لأنه بتغلب على steady state error. اوكي؟ متذكرين أنتم الـ PID؟ الـ I ايش كان الهدف منه في الـ PID؟ يتغلب على steady state error. إذا شو رح نعمل الان؟ رح نروح على هذا. هلا هون هم مش معطيني غير 3، ايش بدي؟ هلا في عندي كمان نو تشينج، رح يكون في عندي اوتبوت اسمه نو تشينج، ما تغير اي شيء، فبدنا نضيف احنا كمان 2، فرح نضيف. هلا حتى نضيفهم اظن بدي اعملهم من هون، هي اد ام اف، اد ممبرشيب فانكشن، وراح اضيف 2، هو راح يحطهم باي ديفولت اظن بالنص. عفوا مش قاوسين، احنا بدنا نضيف تراينجولر. هلا المشكلة بعد ما تخلص برد برجع للأول، فبتفكر أنت إنه ما صار شيء، بتروح بتضيف كمان مرة، وين بكون هو ضايفهم؟ هون. طيب، إذا عندنا هلا هون ضف لي هلا في عندي هذا واحد، هي هذا الثاني مش هيك؟ خليني أحركه بس هون هيك، وأحركه هيك. وبعدين عندنا هذا الثالث وهذا الرابع. هلا بظبط الفاليوز بس انا بدي مبدئيا بس يكون عندي شيء موجود. خلينا نعتبر هذا هو هون، اوكي؟ فصار عندي ام اف ام 1، خلينا ناخذ هذا ونعتبره اول واحد. هلا هذا راح اعمله، خلينا نشوف هلا شو الاوتبوت. هلا اول شيء انا عندي هلا متذكرين الفالف بدنا نسكرها ونفتحها، فايش لازم يكون رينج الفاليوز اللي بندخلها اياها؟ من 0 ل 1. بس احنا كنا بدنا نقول بدنا نسكر، لو دخلت لها بوزيتيف شو راح يضل يصير فيها؟ يزيد من ماينس 1 ل 1 راح تصير.
إذا عندي هلأ هون رح يكون عندي الرينج تبع هادي رح تكون ماينس 1 ل 1 أوكي، وهي صارت هادي هيك هون، هي زبط عندي الفاليوز وما غيرش هدول، خلاهم مكانهم زي ما كانوا. هلأ أنا رح أستعمل تراينجلر. هلأ رح تشوفوا إشي يمكن تستغربوا منه وأنا ما عنديش تفسير علمي تماماً إله. الممبرشيب فانكشنز فيش فيها اوفرلاب وفي حتى جاب بينها رح تكون. هلا هذا التفسير ات سيمز تو ورك، انا ما عندي تفسير علمي ليش ات وركس. يعني شوفوا ايش رح نعمل، رح ناخذ هلا كلوز فاس، خلينا نسمي هذا هلا الكلوز رح يكون نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف تمام. اذا هذا رح يكون هون وهذا رح احطه هلا. خليني افرجيكم الطريقه اللي من هون ممكن تعمله. طبعا انت تسحبهم سحب بس رح تغلبني هلا اذا بدي اسحبها سحب. فشوفوا الترينجلر كم نقطه عم بتعرفوا؟ ثلاثه. فبس بدي ادخل 3 بوينتس، البوينت تبعت الزيرو والبوينت اللي بيطلع فيها لواحد والبوينت اللي برد برجع فيها لزيرو. فهون عندي 3 فاليوز هلا محطوطين. لاحظوا هاي جاي على ماينس 1.8 فحرجعها على واحد، بعدين راح احط هذه على ماينس 0.9 اظن لازم احطها، وهاي راح احطها على ماينس 0.8. هاي زبطت معنا اوكي، وكان بامكانك تحركها بايدك. إذا هذه عمالنا بنقول إنه close إنه close fast، وخلينا نسميها حتى يكون اسمها منطقي. إذا هذه close underscore fast وخليناها triangle. لو حطيتها trapezoidal كم نقطة بدي أعرف trapezoidal؟ أربعة. والجاوسين كم واحدة؟ تنتين أوكي. طيب نأخذ الثانية هلا، هاي راح نسميها close slow. هلا لساها close فلازم تضلها نيجاتيف، هاي كلوز سلو، وبعدين راح نعرفها هون. هلا هاي راح اخذها من 0.6 ماينس 0.6 ماينس 0.5 ماينس 0.4. لاحظوا في جاب زي ما حكيت، ما فيش عندي شيء علمي هلا افسر لكم يا ليش هذا، بس ات سيمز تو ورك. هلا بنشوف. اذا عندي يعني انا منطقيا لوجيكلي اي وود هاف دون ات ديفرنتلي، كان بحطه مثلا على الاقل يكونوا ضاربين ببعض، بس هذه راح تكون هون عندي ماينس 0.6 واللي بعدها ماينس 0.5 واخر واحدة ماينس 0.4. هاي الثانية اوكي كلوز سلو. هلا في عندي نون تشينج، راح اسميها نو تشينج مش نان. ما تستعملوا كلمة نان، راح تشوفوا ليش بعدين. في اشي تاني نان بالرولز راح يلخبطنا، فما تستعمل نان، احسن حط اشي تعبير يعبر عن الاشي اللي انت بتفكر فيه. فانا عمالي بقول للفالف نو تشينج، والنو تشينج اذا هاي راح ناخذ الثالثه هاي ونسميها نو تشينج، وراح نحط اندرسكور، وبعدين راح نعرفها هلا من ماينس 0.1 ل بلس 0.1. فراح تكون عندي ماينس 0.1 هون 0 وبلس 0.1. هاي صارت عندي هاي جاهزه الثالثه نو تشينج. الرابعه راح تكون اوبن سلو، اوبن سلو، ولا هي راح نعرفها بالسيمتري، راح نعرفها هلا. لاحظوا في شغله هون، هو ماخذ بعين الاعتبار انه التانك ما بيعبي بالسرعه اللي بفضي فيها، فهدول ما راح يعملهم سيمتريكال. وهلا هاي في لها تفسير فيزيائي لما تيجي على التانك، هاي احد الاشياء الميزه للفضي على الاشياء الثانيه، فهذا ما راح نعمله سيمتريكال، راح نعمله هون اوبن سلو، لانه الفالف اقوى، الفالف تعبئه الفالف اقوى من تفريغ البايب، فهدول راح نحط هاي نقربها شوي للزيرو. هذه من ميزات الهاي، فراح نعملها هذه هون 0.2 ل 0.4. فهذه راح تكون عندي هون هلا، طبعا فيش شيء ماينس، تصير بلس. ليش بلس؟ لان احنا اوبن عم نحكي، فراح ناخذها من 0.2 0.3 0.4. واذا بتقراوا الماتلاب دوكيومنتيشن راح يشرح انه في هذه من احد الميزات، انه احنا قدرنا كمان نعمل نون سيمتري وناخذ بعين الاعتبار. اذا هاي لاحظوا، اذا هاي اقرب الاوبن لو اقرب للزيرو من الكلوز لو، لانه الفالف لما تشتغل عمالها بتعبي بقوه اكثر مما بفرغ التانك. واخر شيء راح نعمل هلا، هاي ما راح نعملها سيمتري، راح نبعدها عادي، فراح ناخذ اخر وحده اللي هي اوبن فاست. هلا اطلعوا على الاوبن لو، بتلاحظوا شو صاير عند الاندر سكور، بعرفش ليش بالسيستم تنزل الاس لتحت، طلع هون فوق، شايفين كيف السلو نزلت لتحت؟ فكأنه فسر الاندر سكور انها سبسكريبت. ما فيش شيء غلط، ما في شيء غلط، هي موجوده اوكي، بس تفسير كأنه اخذ السبسكريبت قبل الاندر سكور قبل الحرف كأنه سبسكريبت.
واخر اشي open fast وراح اخذه هذا 0.8 0.9 1. هاي صارت عندي الفور ممبرشيب فانكشنز. اوكي فعندي open fast, open slow, no change, close slow و close fast. هاي هذه كلها جاهزة. اوكي رح نعمل هلا كلوز من هون. هدول صاروا جاهزين. اذا بدك ارجع اتاكد اتاكد انه view membership functions او edit membership functions. هاي هذه لسه زي ما حطيناها, وهاي زي ما حطيناها, وهاي زي ما حطيناها. لسه على فكرة الفايل ما تخزن. اذا سكرت هلا راح يروح الفايل عندي. اوكي هلا ممكن نخزنه للورك سبيس, ممكن نخزنه لفايل. خلينا نخزنه هلا لفايل, او خلينا نخزنه للورك سبيس مثلا. هاي بقدر اعمل له اكسبورت تو ورك سبيس. وين بتخزن الورك سبيس؟ بتخزن في الماتلاب كرنت ميموري يعني. فاذا طفيت طبعا هذا راح يروح, بس لازم يكون موجود عشان هو يستخدمه. خلينا اخزنه, راح اسميه تانك 1 لانه انا عندي تانك وتانك 2. راح اسميه تانك 1. وحتى نتاكد اذا رحنا الان وين لازم نروح حتى نتاكد انه صار موجود, نروح على الورك سبيس. انا المشكله فاتح نسختين من الماتلاب which is not very good. تانك 1 اوكي هيها ك موجوده هون كستراكتر. هلا ما خلصنا احنا, ايش ناقص علينا؟ الرولز. ما حطينا الرولز مش هيك؟ فلازم الان نروح نشوف الرولز. هاي الرولز من هون. هلا الرولز لسه مش محطوطه, ما محطوط اي رول, احنا بدنا نضيف الرولز. اوكي هلا لاحظوا في شغله احنا ما حكينا عنها, حتى الرول ممكن اعطيها قوه. يعني الرول احنا عاده لما كنا نشغل الرولز كنا نشغلهم بفول فل, يعني نعمل له فل فايرنج. لكن انا هون في عندي فيتشرز بقدر اضيفها, بقدر اشتغل عليها بحيث انه الرول اعطيها قوه, تكون مثلا 0.5 او 0.2 او 0.1, او زي ما رح تشوفوا هلا ممكن في رولز انا اعطلها بعطيها زيرو. فحتى رغم انها الرول موجوده عم تعمل فايرنج, بس الاوتبوت تبعها ما عم بياثر لانه انا ضاربها كلها بزيرو. هلا شو شايفين عندنا هون؟ عندنا ليفل مظبوط. هاي الرول اف ليفل از, مش هاي الرولز كنا نشتغل عليها. وبعدين ايش بقدر انا اختار؟ هاي واوكي ولو ونن. عشان هيك قلت لكم ما تستعملوا نن. ايش يعني نن هون؟ ما تدخلهاش بالرول. اوكي ونفس الشيء عندنا هون. فخلينا نبدا هلا. اول شيء هلا اذا كان الليفل هاي, اذا الليفل هاي شو بدي اعمل؟ انسى ايرور, ما تفكر حتى انت بايرور, انا سهلت عليك. ما تفكر شيء اسمه ايرور, ما بتعرف انت ايرور. انا بقول لك التانك عالي, شو بدك تعمل؟ سكر الفالف وسكرها بسرعه مش هيك؟ اذا احنا بنقول اذا اف ليفل از هاي, هي اوكي بدنا اياها. طبعا اذا بدك تعمل نوت كمان بامكانك تعكس كل شيء, بس احنا ما استخدمنا النوت هلا. اذا الليفل هاي, ومش راح اخذ هلا الريت في البدايه. اوكي انا عم بقول انسى الريت هلا, انا عندي مشكله الليفل هاي مش هيك؟ بدنا نزله. اذا كلوز سكر الفالف بسرعه مش هيك؟ هاي كلوز فاست مش هيك؟ وعندنا اد رول. اوكي فطلع عندي هاي رول فوق. ايش الرول بتقول؟ تقدر تقراوها من ورا, شايفينها؟ If level is high then valve is close fast. اوكي الرول واضحه, والفايرنج تبعها القوه تبعتها كان بامكاني اغيرها من هون. يعني نفترض هاي بدي احطها انا 0.5 change rule. اوكي اذا بدي اغير رول ما بتعملها, بس خلينا نرجعها نخليها هذه رول مهمه بالنسبه لنا. اذا راح نعملها واحد راح نعمل change rule. اوكي هي اول رول. ايش الرول الثاني بدنا نقول؟ اذا كان اوكي ايش بدنا نعمل؟ No change. إذا الرول الثانية راح تكون if okay, وهذا كمان none. إيش يعني none؟ ما تدخله بالرول. عشان هيك أنا قلت لكم ما تستعمل no change, ما تستعملش كلمة none. إذا هذا okay, هون راح نيجي نعمل no change اللي هي هاي. أوكي وهي add rule. ولاحظوا لحد الآن إحنا مستخدمين variable واحد في الرولز التنتين, والرول الثالثة نفس الشيء. راح نيجي نقول إذا level low إيش لازم أعمل بالفالف؟ open fast. هاي صار عندي 3 رولز. اوكي هلا راح نعمل, وما راح اضيف انا الرولز الثانيه لانه احنا ما استخدمناش لحد الان ايش؟ ما استخدمنا الريت. الريت هلا راح يساعدنا في الدي. ما في عندنا احنا دي, عندنا اي على فكره. احنا بدون ما نعرف, بدون ما ندرس علم كنترول او شيء, في عندنا اي اوتوماتيكيا راح يتغلب على ستيدي ستيت ايرور, لانه الفالف راح يصير يمشي شوي. راح اقول له لسه في عندي مشكله, في ايرور, راح يمشي شوي, راح يمشي شوي لحد ما الفالف يوصل للنقطه المناسبه. فالاي الانتجريتر اللي موجود في الفالف هو عبارة عن اي تيرم من هون. اوكي
هاي خلصنا الثري رولز، رح نعمل كلوز. هلا هيك احنا المفروض كل شيء جاهز عندنا، بدي اخذناه، رح اخذناه كفايل عشان ما اردش اتغلب فيه بعدين. فرح اعمل له الان export to file، بدي احاول اخزنه بنفس الدايركتري اذا بقدر. خلينا اخزنه بنفس الدايركتري اللي احنا بنشتغل عليها احسن. احاول اروح على الدايركتري تبعتنا AVTC 17. وهي المثال tank and valve example. هلا انا كان عندي الفايل جاهز، هي في tank و tank 2، هذا راح اسميها tank 1 وسيف. هلا تخزن كفايل، هذا الفايل راح يضل عندك موجود. اذا بتبعت لي الفايل مثلا او انت بدك تبعت لزميلك الفايل، بتبعت ال MDL او ايش صار بال 2014 الاكستنشن تبعت السيميلينك SVX او وبتبعت معاه الدوت اف اي اس فايل. ما راح يشتغل بدون الدوت اف اي اس فايل. مش بس هيك، لازم نعمل الان اسوسيشن. هلا اتاكدوا كمان احنا نسينا نعمل شغله، ما عملنا ايش؟ ما ودينا على الورك سبيس. ما راح يشتغل بدون ما يكون في الورك سبيس، فلازم اخزنه كمان في الورك سبيس. فقبل ما اعمل اي شيء لازم دائما يكون حتى يقدر يعمل رن، لازم اعمل له ورك سبيس. وبعته تانك 1، المفروض تانك 1 هلا نعمل له. اذا تانك 1 حسب الرولز والممبرشيب فانكشنز تبعتنا جاهز وموجود في الورك سبيس. هلا بدي اروح على السيميلينك فايل وايش اعمل اسوسيشن. بدي اربط الفايل بالاف اي اس فايل اللي موجود في السيميلينك، وهذا بنعمله من هون. هاي مباشرة ايش بين معي؟ هاي اسم الفايل. الريفرش ريت كأنه هو بيفترض انه ممكن الورك سبيس يتغير، الاف اي اس اللي بالورك سبيس يتغير، فكل ثانيتين بروح بياخذ منه معلومات جديدة. احنا عمليا ما راح نغير شيء، فبهمنيش التو سكند، راح اتركها زي ما هي. بس لازم اضبط الاسم هون، لازم يصير تانك 1. اوكي.